Vuvu Santé. Vuvu Santé. مكملين معاكم في المجازين 2.0 كالعادة في الغوفي سنتين نختلوا أرتيكل يهم التوانسة الكل. محبتنا للسكر وما كلت سكر والحاجة حلوة، المحبة ذي مش كان عند التوانسة الكل أما عند العالم هذي الكل، لديكسيون للسكر. هذا هو السوجي اللي حبينا نحكي عليه في الأرتيكل اللي كنا قريناه في الميد بوانتين. صاحب المقالة ذي سعادة بالحديث معه في الانترفيو دكتور زبير شاطر، وهو طبيب تغذية. دكتور أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. كالتوانسة الكل، العالم الكل يحب السكر. صحيح والعادة ذي جديدة، معناها في أول القرن العشرين قبل كان فيه السكر، وفي القرن أول القرن العشرين كان مستهلكه في 2 كيلو بالنسبة للشخص في العام، ولينا تو في 30 كيلو على كل شخص في العام. عام اللي هو استهلاك مفرد عام كامل كل واحد ينجم يستهلك 30 كيلو معناها بالمعدل العام، معناها نسبة الإنتاج والاستهلاك كي حسبوها معناها زدنا 15 مرة أبارتي من أول القرن 20 للتو. شنو اللي تبدل؟ خاطر اللي نعرفوه حسب الارتيكل كنا كي نمدوا حاجة حلوة لوليد صغير خاطر كان عاقل مثلا، ولكن توا وليد يبدأ واحد طالب حاجة حلوة يحب يأكل حاجة حلوة وما يعرفش علاش. هذيك علاش خاطر تربينا احنا جيل نتاعنا وحتى جيل تو تبدل شوية. أما قبل كان الجراتيفيكاسيون معناها باش الوليد اللي قرا مليح في الأعياد الاحتفالات الكل نتاعنا قبل كانت مربوطة بالسكريات. دونك في اللاوعي نتاع الإنسان موجود أنه الحاجة اللي فيها السكر هذيك تربطوا بالنشوة، بالحاجات الباهية، بالنجاح، بالكونفور زادة وبالسيكوريتي. دونك تقعد معاه في اللاوعي نتاعه مربوطه به. هذه الناحيه البسيكولوجيه نتاع الموضوع. وفما الناحيه الفيزيولوجيه زاد اللي هي مربوطه بالجسم وتعامله مع السكر. فهمتك. دونك معناتها الجسم يبدا يتطور. كنت نفسروها اكثر فيزيولوجيا نجم نفسروها اكثر. فيت على شو لو بلان فيزيولوجيك الانسان كي ياكل حاجه فيها سكر الانسان مطالب البدن نتاعو باش يخلي سكري في الجرام. دونك يطلع الانسولين باش ينحي السكر اللي زاد على البدن ويخلي نسبه السكر في الجرام بالنسبه للتر في البدن. وعنده دي هرمون اخرين يخدموا باش كيتيح السكر نجم يطلعوا خاصه الانسولين. الانسولين مش لكن ناخذوا حاجه فيها سكر تخلي لك السكر نتاعك في الجرام، اما تقعد تخدم وتطيح السكر. دونك بعد ساعتين ثلاثة تحس بروحك ترتاح شوية السكر وتحب مرة أخرى تاكل السكر، فتعاود الأنسولين يعاود يطلع ونقعد نهار كامل. كان لاحظتش العباد اللي تاكل حاجة معناها فيها السكر تقعد نهار كامل تجري وتزيد تاكل السكر. فهمتك، معناتها في الآخر صحيحة كلمة ما يعرفش علاش ما يحب على حاجة حلوة. أي خاطر هذيك سامبوزون فيزيولوجيك، معناها هذيك طلبها البدن، البدن طيح السكر اللي عنده وخذاه وخزنه هو يما غليكوجين ولا يخزنه هو شحم، ومن بعد يمشي الانسان يطيح له السكر. فما دي ريسبتور في البدن اللي يعطيه السينيال خاطر السكر معناه الكربيرون هو الوسيله اللي يتحرك بها الجسم. دونك يعطي السينيال للمخ للسنتر بتاع الشهية على ماكلة وحاجة حلوة زاد مش نابورت كل ماكلة، لازم حاجة فيها سكريات بزمان سبيسيفيك للسكر. فيولي الإنسان يمشي لوجة على حاجة فيها السكر. كان لاحظتش مثلا اللي يأكل في فطور الصباح حاجات حلوة مع العشرة يعاود يجوع، وفي الفطور يصبح جيعان يقعد جيعان يسر. العبيد مثلا اللي نظمونهم احنا مكلتهم في الصباح واللي ياخذ مثلا خبز كامل مع شويه جبن وحليب وبلاش بلاش السكر ما يجوعش كيما العباد الاخرين، ويقعد حتى الفطور ما يلوش على الماكله بعكس اللي ياكل حاجه حلوه في الفطور الصباح. صحيح، لكن في نفس الارتيكل دكتور قلت انه لو سيرفو ليبر دي مورفين اندوجين، وكانه زاد كي ناكل حاجه حلوه وصلح لي كاني غلطه نحس روحي تفرهت. صحيح صحيح، خاطر الحاجات البنينه والحاجات الحلوه الحواس نتاعنا سواء العينين الشم والذوق حتى اللمس
حتى حاجات فيهم تقرميش معناها السمع. الريسبتور نتاعنا ذوما يخليه المخ يطلع ماده الاندورفين والليزورمون نتاع البليزير اللي هما الدوبامين برينسيبالمون. الدوبامين هذاك حاجته به الانسان باش يقاوم ستريس للانتشاء. دونك اذا عبد مثلا عنده ضغط كبير والا خاصه العبد اللي يبدو ستريسي اخر نهار يلوج على حاجه فيها سكر ولا حاجه حلوه خاطر من ناحيه باش تعمل له الانتشاء هذاك، ومن ناحيه اخرى يمكن نهار كامل ما كلاش ويبدا طايح له السكر وتعرف حاجه سكري. وهي راهو التو حتى البحوث اللي صارت ما حسمتش في العوامل اللي تدخل الكل فيها النفسيه وفيها الفيزيولوجيه وفيها الانتروبولوجيا نتاع طبيعه الانسان وكيفاش تبدلت نمط الحياه نتاعنا وكيفاش برشا حاجات فيهم سكر ولا مخدومين. مي بالضبط كيفاش تصير الحكايه ما نجموش نعرف. حتى في طريقه علاجها والتعامل معها التعامل يكون كل حاله وحدها خاطر كل واحد باش مربوط. يصير فيه باش نعاودوا هكا نشوفوا نهارو كيفاش يتعدى الانسان كيفاش قاعد ياكل نوعية الضغط نتاعه ونوعية الخدمة اللي يخدم فيها الظروف اللي محيطة بحياته. نجموا نشوفوا الحاجات اللي متابعين بسيكولوجي نتاعه ونفسيته والحاجات اللي متابعة التغذية نتاعه اللي ماشي منظمة لازمها تتبدل شوية. نجم حاجات ميكس ما بين هذا وهذا. يعني كل واحد كيفاش طريقة المعاملة معه. صحيح. هذه بأكثر تفاصيل تقرأه في الحقيقة في الارتيكل في الميد بوينتين. دكتور قبل ما نختم معك، المتعاهد عليه كان صح التعبير أنه كي واحد يبدأ ستريسي وإلا شغان دو بين كان صح التعبير يمشيك للشوكولات وأنه تنسيك شوية تعاون، صحيحة تيوري ذي وإلا لا؟ صحيحة على الأخر، صحيحة على الأخر. على خاطر إفكتيف ما الشوكولاته تشيخ وتعطيك الانتشاء اللي حكيتك عليه، تطلع دوبامين في المخ وتخلي العبد يقاومك ستريس. تبقى الكميه، احنا المشكله في الكميه اللي ياكلها العبد. في المعامله في الوضعيه هذه مش ما نجموش نمنعوا العبد باش ما ياكلش الشوكولاته، ما تنجمش تجي ضد الرغبه هذيك. اما تنجم كارو نتاع شوكولاته من النوع الرفيع وتحرك كيما حكيت لك قبيليك تحرك الحواس الكل. معناها عندنا دي تيست دي ديجوستاسيون كاريمون، كيفاش تشوفها تثبت فيها كيفاش تشمها كيفاش باش تقرمش كيفاش باش تبنى الشوكولاته باش تشوف الجو لاريير جو نتاع الشوكولاته كيفاش التراجي نتاعها في من الفم وكيفاش يهبط. تجب كارو توصل للنشوه اللي حاجتك بها وتوصل للي حاجتك بيه، وتنجم تاكل تبليه كامله شوكولاته وانت تلعب في التليفون ولا في الاورديناتور ولا تفرج في التلفزه، والجسم نتاعك والحواس نتاعك ما نقولوا احنا ما شافوش الحاجات هذوك مدخلوا للبدن وما تشيخش، ومن بعد تغش على روحك ومن بعد تدخل هاني سمن وتزيد تاكل دوبل خاطر هذاك ضغط اخر يولي نصيحه يولي الكونسوماسيون دوبل. نصيحه نجم مقدمه للزوديتوري قاعدين يسمعوا فينا على الحياه تفهم. نصيحة لي أول حاجة راهو ما فهم حد شيء عدونا، يعني السكر مش عدو، السكر هي حاجة بنينة ودخلت لعاداتنا ما نجموش نتعاركوا معها، أما نجمو نتعاملوا بكميات أقل بياسر من اللي نستهلكوا فيه. نجمو نعاودوا نشوفوا نهارنا كيفاش نعديو فيه وننظموا من شيرة الماكلة من شيرة ريتم تحياتنا من شيرة كيفاش نجمو نحيو الضغط مش بالماكلة. نجم نمارسوا رياضة، نجم نشوفوا العباد اللي نحبوهم واللي نضحكوا معاهم اللي يعديونا وقت باهي. معناها نجم نوزع وقت الضغط هذاك بطرق أخرى قبل ما نوصلوا الكومبلسيون على نوصلوا لك تنقيز على الحلو وعلى الحاجات اللي تنجم مع الوقت تسبب لنا مشاكل صحية. دكتور زبير شاطر الطبيب التغذية الحقيقة نشكرك على تدخلك معنا. الارتيكل اللي كنا حكينا عليه لاديكسيون سكر، هذه كانت نصيحتنا اليوم في الريفيو دو سانتي. Revue Santé. Revue Santé.